هل يحرم أو يكره أو يباح قطع شجر السدر المعروف بالنبك؟ كثير من الناس تتخوف يقول نبكة ببيتي علوية بتعبيرهم، فبعد أحد المصلين يقول صدق علوية مباشرة بعدنا وإحنا نسولف راح نسولف. هل يحرم أم يكره أم لا الأمر مباح؟ نشوف جواب مكتب سماحة السيد، يقول لا يحرم بل يترقى، لا يكره قطع شجر السدر والنبك، لا حرام ولا كراهية أصلا. مولانا نقلت رواية في هذا المضمار، راح يجاوب المكتب. نعم روي عن طريق الجمهور، يعني جمهور العامة، عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال قطع شجر قطع السدر قطع شجر السدر من قطع شجر السدر صوبه الله في النار، صوبه الله في النار أي نكسه في النار. ورواية قوية، اللي يقطع شجر السدر النبك، الرواية تقول عن النبي صوبه الله في النار، يعني شنو نكسه في النار. وانت الآن شيخنا تقول لا حرام ولا مكروه، تحمل الرواية على أن هذه الشجرة في الفلات في الصحراء التي يستظل بها الركبان قبل بالصحراء، فإذا راد يقيل ويرتب نفسه وين يروح؟ جوا شجرة، فهذا هو المكروه. الحيوانات هم وين تروح؟ فهذا هي الرواية محمولة على من؟ على هذا. فأنا ذكرت مرارا وتكرارا لا تعولون على الروايات، عولوا على من؟ على الفتاوى. هاي الرواية قابلة للتأويل، ويأولها مكتب سماحة السيد يقول هذه الرواية تحمل على أن هذه الشجرة في الفلات في الصحراء التي يستظل فيها الناس. وينقل ابن الأثير أن أهل العلم مجمعون على إباحة قطع السدر النبك، مجمعون على ماذا؟ على الإباحة. إذن ما روي عن العامة أن هذه علوية ولا يجوز القطع، ودير بالك إذا قطعتها يصير بيك الأمر الكذائي والكذائي، لا أصل له شرعاً.